برحب بحضراتكم مره ثانيه في الاستوديو. معايا طبعا نجم نجوم من نجوم مصر والنادي الاهلي. يعني في البدايه لازم ارحب بكابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق. كابتن محمد برحب بيك كابتن. فاروق ازاي؟ منور يا كابتن. الله يخليك. بسعد بيك دائما. ربنا يخليك. الله يخليك. ايضا كابتن رضا شحاته نجم الاهلي السابق. كابتن رضا منور يا كابتن رضا. اهلا كابتن فاروق. اهلا وسهلا بيك. ايه اخبارك؟ كله تمام الحمد لله. اهو موجود. خلينا كابتن في البدايه طبعا احنا يمكن كان كابتن عصام كنا مع بعض من قليل وبنتكلم عن النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. يمكن بدايته في بدايه الموسم ايضا ابتدت يمكن بعد رجوع بقى الموسم الحقيقي بعد رجوع من بطوله افريقيا. ما شاء الله ماشيين بخطه ثابته في الدوري. يمكن كسرنا حاجز الثمان لقاءات او سبع لقاءات ان احنا فوز متتالي وصلنا للرقم 8 وده حاجه مميزه. دايما كنا بنقف عند الفوز السبعه بس وبعد كده ايه بيحصل عمليه تعادل. لكن صحيح. ما شاء الله مع كابتن حسام البدري بيتكسر هذه الجزئيه. كسرنا الحته دي. الحمد لله. بالتالي يعني النادي الاهلي لعب المباراه الاخيره مع الاسيوطي اخذ 3 نقاط وصل للمركز الثاني. بتشوف بقى يعني المباراه دي بالذات يا كابتن الناس اتكلمت قالت يعني كانت بتقارنها ما بين مباراه الام بي و قصدي قالت ان مش ده الفريق اللي كسب ام بي 4 كابتن. بص المباراه دي بالتحديد انا حضرتها في الملعب. تمام. هو طبعا انا في رايي يعني اقل مباريات النادي الاهلي فنيا وبدنيا لازم نعترف بالموضوع ده وخصوصا الشوط الاولاني. لو هنتكلم عن نتيجه المباراه هي 3 بونت زي الماتش اللي قبله واللي قبله فهو ده المطلوب يعني. انما لو هنتكلم بقى يعني فنيا وكده لا النادي الاهلي كان انا ما اعرفش هل جالي احساس في بدايه المباراه كده ان النادي الاهلي نتيجه للمباراه القويه سلسله المباريات القويه اللي عملها اسماعيلي وانبي وكده ومصري وسكور عالي وكده ممكن يكون كان نازل مريح شويه الماتش ده وكان باين على بعض اللعيبه في بدايه المباراه انهم نازلين يعني برده مش مدين الاهميه القصوى للمباراه على عكس يعني اسلوب وطريقه كابتن حسام وتأهيله للعيبة واهتمامه بكل مباراة. المباراة دي معرفش يمكن فلتت كده الحتة دي شوية نفسيا يمكن ابتدوا يستعيدوا التوازن في الشوط الثاني. على عكس طبعا فرقة الأسيوطي علي ماهر عامل فرقة كويسة عامل شغل معهم كويس. الشوط الأولاني كان بيبادلوا النادي الأهلي الهجمات على غير المتوقع. فرقة جاية بتلعب النادي الأهلي في استاد القاهرة مش خايفة بتهاجم راحت كذا مرة هجمت باكتر من واحد اثنين وثلاثة. كان في استحواذ في نص الملعب اللعيبه مش خايفه بتلعب بثقه. يمكن الوضع اختلف في الشوط الثاني لما النادي الاهلي حس بالخطوره بتاعه المباراه فاضل خلاص 53 دقيقه جه في 53 كابتن عبد الله السعيد بالظبط. ده طبعا يعني حسم يمكن اللقاء ويمكن عمل احباط شويه لفرقه الاسيوطي. انما في المجمل يعني مباراه 3 بونت زي المباراه الثانيه. ما هو هي ناس احنا بالنسبه لنا طبعا فكره 3 بونت وكابتن حسام البدري هو فكره 3 نقاط بالنسبه صحيح. له. لكن الناس دايما او جمهور النادي الاهلي عايز بيحب يشوف فريقه زي كل مباراه. يعني مثلا انت بدايه من رجوعك من بطولة افريقيا انت كسبت اسماعيلي 2 صحيح كسبت الداخلية 2 كسبت المصري 2 ثم انبي 4 وده يعتبر من الفرق القوية فبالتالي ماتش زي الاسيوطي طبعا مع الاحترام طبعا لفريق الاسيوطي كابتن علي ماهر عمل مباراة كويسة واستعد لمباراة الاهلي بشكل كويس كابتن. لكن هو دائما جزئية ايه المقارنة دائما ان انت عايز احسن نادي في الكون زي ما احنا وبعدين برضه نفس اللعيبة برضه وضع طبيعي. احنا كنا لعيبة كورة عارفين بعد المكاسب الكتير ورا بعض والاداء المميز مع فرقه اقل شويه في طبعا مستويات الفرق. انت لعبت كل الفرق اللي في المربع الذهبي ليفل 1 طبعا انت فاهم ازاي. فلما تيجي تلعب فرقه برضو اللعيبه غصب عنها مع برضو كثره المباريات وقرب المباريات مع بعضها يمكن ده زي ما بقول لك ما كانش اللعيبه مؤهله نفسيا في البدايه. اتفاجئوا بفرقه عنيده وبتنقلوا معاها مدرب كويس وبيلعب على مفاتيح النادي الاهلي. ما شفناش ضغط لعيبه النادي الاهلي اللي شفناه في المباريات السابقه. كان النادي الاهلي بيضغط من قدام شفنا اللعيبه برده مريحه شويه. الكلام ده اتغير الشوط الثاني مع كمان الهدف الاولاني اللي طبعا اللي جه الهدف الوحيد في المباراه اللي جه ادى ثقه بقى للعيبه حصل استحواذ ويعني رجع النادي الاهلي لبعض مستواه يعني. طيب كابتن رضا يعني المباراه الاخيره طبعا بالمقارنه بقى ان شاء الله بمباراه مصر مقصر انا هتكلم عليها. لكن دائما مباريات لما بتكسب ماتش في ماتش العجله بتدور زي ما بيقولوا. دائما انت بتبص للمباراه اللي قبلها عشان انت عملت ايه والافضل ايه عشان تقدر تقدم في المباراه اللي بعدها افضل ما عندك اكتر يعني مما كنت عليه في المباراه الاخيره. مباراه الاسيوطي كان اهم حاجه 3 نقاط تكسب المؤجلات وده الاهم بالنسبه لك. انت كان عندك 4 مؤجلات قبل مباراه الاسيوطي. لكن في الاول وفي الاخر
ثلاث نقاط. كابتن حسام البدري تعامل مع هذه المباراه بالشكل المناسب او بواقعيه اكتر، ان اهم حاجه بالنسبه له هم الثلاث نقاط. كابتن، هي في البدايه احب اقول بس ان احنا عندنا ميزه في المباراه اللي فاتت، يمكن ان احنا ندي اهميه لمباراه المقصه، يعني هي خلتك تاخد بالك ان انت مجرد بس ان انت بتنزل مدي المباراه اهميه بنسبه 80% بتبقى صعبه عليك. فيمكن الصعوبه اللي احنا المباراه دي هتسهل المباراه الجايه ان شاء الله، هتبقى واخدين نازلين بقوه ان المباراه هتبقى منافسه قويه جدا بينك وبين المقصه. يمكن المقصه برده مش المقصه بتاعت السيزون اللي فات، ولكن بداوا في الفتره دي بقى راجعين بالشكل والمستوى المطلوب. بنتكلم على مباراه الاسيوطي، المباراه كانت بالنسبه صعبه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي بطبيعه الحال كلاعيبه مصريين عندنا حته الاسيوطي فرق قليله او لسه برده ما سمعتش في الدوري. مش نقول قليله، هي في مركز 12 كابتن رضا، بس مش بنتكلم، انا بتكلم على رصيدك القديم. لما اجي اتكلم على المقصه عنده رصيد قديم، لما بتكلم على انبي ده رصيد قديم. دايما اللعيب دايما كده، يعني هو لسه تفكير اللاعب نفسه بالظبط، مش تفكير الجهاز الفني بس، لا اللاعب نفسه هو ملوش، المقصودي لسه ملوش رصيد او مش مخوف الفرق الكبيره. فانا بنزل برده عندي حته ان انا ان شاء الله هكسب. هم قابلوا فرقه منظمه جدا، كان بنتكلم على كابتن علي ماهر، هو شاطر في الحته دي، بيعرف يعمل الحاجات الثنائيات والشغل الفني، التجمعات الفنيه في الملعب بيعملها كويس قوي ومنظم جدا في الملعب، وده واضح. يمكن بدايه كمان الاسيوطي السنه دي بادئ بشكل واضح ومنظم، مع الوقت كل ما من الوقت بيعدي كل ما بيحفظوا اكتر، كل ما بيبقى اقوى ويبقى افضل لفرقه الاسيوطي. الفكره كلها هنا ان احنا النادي الاهلي لما كسب المباراه بدا يكسبها بحل فردي. ليه؟ لان التنظيم اللي هو قبله في الاسيوطي، فبدا يبقى حل فردي. الهدف عبد الله سعيد حل فردي، هدف اجايل اللي دخل حل فردي، هو هدف، ولكن هي الصفاره طلعت بدري، وكنت عايز اتكلم في النقطه دي اللي الناس على اساس كلام هنتكلم عليها، لكن انت بتتكلم على هدف عبد الله السعيد كحل فردي، حل فردي، ولكن انا بقى الشكل كان جماعي لغايه لما وصلت لعبد الله السعيد وهو تعامل مع هي كره جاي. طويله وبعد كده يعني ما فيهاش جمله، يعني القصد ان ما فيش جمله وان تو، فبدا يروح، يعني القصد ان هي حل فردي، ان هو مهاره شخصيه من عبد الله السعيد، فبدا هو يتعامل في حل فردي. اجايك جون اللي دخل برضه حل فردي، صحيح الفكره، انا قصدي كده، انما في اهداف لا ما بتبقاش حل فردي، اللي هي الثنائيات، الجمل المركبه، طبعا ده حل جماعي. طيب طبعا. فانت حليتها هنا بحل فردي. طب تسمح لي بس كابتن رضا اكمل كلام مع حضرتك، ولكن خليها يعني على الهاتف العميد ساره سويلم، طبعا المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، طبعا استاذ النائب. طبعا مساء الخير عليك يا استاذ العميد. تحياتي، انت وحشني جدا، ويعني دايما نفسي اجي لك كده اتحاد الكوره، بس طبعا الظروف طبعا اكيد حضرتك مشغول كلنا. عارف يا كابتن الواحد بعديك ازاي ودايما متالق ان شاء الله. ربنا يخليك استاذ عميد. يمكن كلام كتير عن طلب النادي الاهلي في جزئيه مباراه السوبر استاذ العميد، يعني الكلام ان احنا عايزين ناجله، او النادي الاهلي عايز ياجله لمده يوم او يومين، نتيجه ان المباراه الاخيره في نهائي الدوري او الدور الاول امام الزمالك يوم 8 والمباراه السوبر يوم 12 ان شاء الله، فبالتالي الامور هتبقى صعبه بالنسبه للنادي الاهلي، جزئيه السفر والتجهيز لهذه المباراه. يعني حضرتك الطلب ده هيقابل ازاي من اتحاد الكوره؟ طبعا احمد كابتن رضا والصديق الحبيب كابتن حشيش. طبعا كابتن لو ازيك؟ ازيك يا كابتن حشيش؟ انت بدات تطلع الاعلام بقى كابتن حشيش منور. سألت العميد عسل. تاني مش عارفين نتكلم يا كابتن حشيش، مش عارفين نتكلم معاك يعني. شفت انت بتتصل بيه ما بيردش ولا ايه؟ احنا هنتكلم على الهوا دلوقتي. لا طبعا منور يا كابتن حشيش. الله يخليك، هكلمك بعد الاستوديو ان شاء الله. ماشي يا كابتن، ماشي. اتفضل ست العميد، اتفضل. بص يا كابتن محمد، يعني ما حصلش اي اتصال مع الكابتن عامر حسين في هذا الموضوع، تعرف كابتن عامر رئيس نادي المسابقات، وهو المنوط دي الموضوع الجدول، الموضوع تحديد ماتش السوبر. والقصه دي كلها كابتن محمد كلام احنا بنسمعه من المواقع من الاعلام، لكن ما حصلش اي اتصال رسمي او اي مكاتبات من النادي الاهلي في هذا الشان حتى الان. لا والكابتن حسام كنت بتكلم معاه امبارح، يعني ما تطرقناش في حديث حتى عن الرغبه للنادي الاهلي في هذا الموضوع. لكن استاذ عميد، واحنا بنتكلم ان مثلا المنافس او في هذه المباراه هو هيكون النادي المصري كوصيف لكاس مصر، هو المتواجد في مباراه السوبر. المباراه بتاعته في الاسبوع الاخير في الدور الاول هتكون يوم 5، مباراه الاهلي يوم 8، فبالتالي عدد الرحاض بالنسبه لفريق او ايام الرحاض بالنسبه للفريق المصري هي اكبر عدد ايام من النادي الاهلي، دي بتفرق كتير جدا في الحاله البدنيه بالنسبه للفرق عامه في تجهيزها لاي مباراه تكون، طبعا دي بطوله سوبر، فبالتالي بطوله قويه ومهمه للنادي الاهلي ايضا. اعتقد ان مبدا تكافؤ الفرص في الحته دي مش موجود شويه يا سياده العميد.
بقول لك كابتن محمد، يعني انت عارف برضه اكيد يمكن لجنه المسابقات والكابتن عامر حسين عنده رؤيه في هذا الموضوع. لو طلب من النادي الاهلي ما اعتقدش ان هو في تعنت فيها، لكن خلي بال حضرتك وجود النادي الاهلي في البطوله الافريقيه وتجمع الماتشات، عدد الماتشات الكبيره دي مؤجلات للنادي الاهلي، هو ممكن اللي يكون عامل الزنقه اللي موجوده، لان كان كل تركيز لجنه المسابقات والكابتن عامر ان كان في حرص عشان النادي الاهلي يوصل النهائي ويحقق البطوله، فكان في تجميع لمبارياته. لما النادي الاهلي هيتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكوره ممكن يتم النظر فيه، لكن انا بقول لحضرتك لحد اللحظه اللي بتكلم حضرتك فيها مفيش حاجه من دي خالص حتى الان. طب يعني ممكن يكون بقى الفكره مثلا ان احنا نقدم مثلا ماتش الزمالك ده ممكن يبقى وارد يوم مثلا سياده العميد. الو سيد العميد، طيب معانا ولا؟ طيب مش معانا. يمكن مشكله برضو بيواجهها النادي الاهلي يا كابتن رضا، يعني حته ان انا العب النهارده يوم 8 واسافر على الامارات، وده سفر برضو مش طبعاً. احنا الواحد لما بيسافر اسوان بيروح تعبان يعني، فاما حتى لو بطياره، فبالتالي تبتدي تجهز نفسك لمباراه مهمه امام فريق يعتبر من افضل الفرق الموجوده دلوقتي في الدوري المصري، وعنيد، فريق عنيد طبعاً. جدا طبعاً. بالرغم سيبك بقى من المباراه الاخيره اللي هي كسب فيها النادي الاهلي 2-0، ولكن في بطوله كبيره هم بيركزوا بشكل كبير. طبعا. صحيح كابتن رضا، لو تحب تعلق على الجزئيه دي كابتن. طبعا ده قدر النادي الاهلي، يعني خلال السنين اللي فاتت النادي الاهلي بيلعب في جميع البطولات، فهو ده قدره ان هو يبقى فيه تداخل في مباريات. طبعا صعب جدا يبقى عندك مباراه قويه وتسافر بعدها وسفر واللعيبه وتاخد على الجو وتلعب وبتقابل خصم عنيد بيطمح، لان هو مباراه ببطوله كامله بالظبط، فهيبقى فيه نديه وفي قوه عاديه بين الفرقتين دول. فاعتقد يا ريت اليوم الواحد اعتقد انه بيفرق في عمليه الاستشفاء. هو عامه يعني يستمد، هو بيتكلم ان لسه حتى الان النادي الاهلي ما قدمش طلب رسمي، لكن حته تكافؤ الفرص دي كابتن احنا بنتكلم عليها وبتكلموا عليها كابتن رضا، انه ما ينفعش انا النهارده كفريق لا العب يوم 5 والفريق الثاني اللي انا هلعبه في بطوله صحيح. يلعب يوم 8، يبقى انا هنا عندي من يوم 5 لغايه يوم 12 حوالي سبع ايام، الثاني اربع ايام، الثاني اربع ايام. انا اعتقد اليوم الواحد انت عارف طبعا طبعا بيفرق طبعا. بالنسبه للاعيب الكره قد ايه في حياته البدنيه. انت عندك 8 مين؟ الزمالك مباراه يعني مباراه كمان ثقيله، شد عصبي جامد جدا بغض النظر عن الترتيب في جدول الدوري، انت عندك شد عصبي كبير جدا جدا وحمل على اللعيبه بطوله لوحدها، يعني انت بالزبط. بطوله لوحدها نادي الزمالك صحيح بتطلع على بطوله ثانيه، فدي طبعا حاجه طبعاً صعبه. بس هو طالما قال انه النادي الاهلي بس يقدم طلب يبقى في احتمال ممكن يبقى اكيد فهم. طبعا الحاج عامر حسين بيعمل مجهودات كبيره جدا، وزي ما قال الست عميد ان احنا كنا بنحاول الحاج عامر حسين رضا الماتشات بالنسبه للنادي الاهلي عشان ان شاء الله كان يعني كان ساعتها في النادي الاهلي مشترك في بطوله افريقيا وكنا بنحاول طبعا نساعد النادي الاهلي، لكن الوضع دلوقتي اختلف. الاهلي دلوقتي في نهائي بطوله الدوري وبطوله سوبر مهمه جدا جدا، واول البطولات طبعا موجوده طبعا في ظل وجود مجلس كابتن محمود الخطيب، يعني حتى خارج من بطوله افريقيا تعبان جدا يعني، اجهاد وسفر ويعني برضه طالعين خلصانين بمعنى اصح، وراجع على مؤجلات ورجع على ماتشات صعبه وبعد كده هتبقى كابتن عميد معلش كابتن رضا معانا مره اخرى. استاذ عميد يعني معلش احنا اسفين لانقطاع الخط، لكن هل وارد استاذ عميد وحضرتك معايا كده ان شاء الله في حاله تقدم النادي الاهلي بطلب رسمي لاتحاد الكوره يبقى في حلول بالنسبه لهذه المباراه لتوقيتها يعني؟ والله يا كابتن لو طبعا الموضوع ده يعني ما اعرفش الجدول وظروف الجدول لان الموضوع ده خاص بالكابتن عامر حسين بقى في النظر في الموضوع ده، زي ما قلت لحضرتك كده تجمع عدد من الماتشات كتيره بالنسبه للنادي الاهلي عشان المؤجلات الافريقيه هي السبب في هذا الموضوع، ولكن لازم مبدا تكافؤ الفرص. وبقول لحضرتك لو في اي نيه للنادي الاهلي او حاسس ان ده هيبقى في ضغط عليه كانت تقدم مطالب رسمي، اعتقد لحد النهارده مفيش اي حاجه، وبالتالي مش عايزين نسمع الاحداث يعني الوضع هيكون ما فيهوش مشكله لو طلب من اللجنه وكان ممكن مسموح به. انت عارف برضه محمد داخلين في كاس عالم وداخلين في حد ادنى او حد اقصى لمباراه الدوري العام في الدوري وكاس مصر، فبالتالي ده كله حاطط الحاج عامر في ازمه،
فبالتالي ده كله هيكون تحت نظره يعني. حقيقي احنا سعداء عامة بانتظام بطولة الدوري دي، حاجة أهم حاجة بالنسبة لنا إن احنا بنشوف انتظام أخيرا لبطولة الدوري دي، حاجة مميزة للعميد. لكن خليني أسألك بقى، يمكن دي ثالث سنة على التوالي وإحنا بطولة السوبر بتقام في دولة الإمارات الشقيقة طبعا، نجاحها دائما بيبهر المصريين بيبهر المنظمين بالنسبة لهذه البطولة، لكن الطرف الثاني حاليا هو النادي المصري مش نادي الزمالك، نسبة النجاح استوى بشكل إزاي يا أستاذ عميد المرة دي؟ ما هو كابتن محمد برضو النادي المصري ليه محبينه برضو ومودينه، ومش عاوز اقول لحضرتك في عدد كبير جدا من جماهير النادي المصري بدات فعلا تشوف الطريقه اللي توصلهم انهم يحضروا الماتش في ابو ظبي، وبالتالي بقول لحضرتك اعتقد ان جماهير النادي الاهلي وجماهير النادي المصري هيكونوا في حرص ان يكون الاستاد برضو موجود على كامله على كامل عدده ابو ظبي. عاوز اقول لحضرتك ان كان حريص يكون ماتش السوبر في اكثر من دوله، كنا حابين يبقى في السعوديه، حابين يبقى في البحرين، يعني الموضوع مش موضوع، لكن هي بتبقى عروض للشركه الراعيه، عروض لاتحاد الكوره، وبيتشاف العرض الافضل اللي يناسب البطوله المهمه دي، فعدم لعبه خارج الامارات ما هوش قانون يعني او ما هوش عرف، لكن هو العروض اللي بتتعرض وظروف السعوديه ومنح التأشيرات دخول السعوديه بتبقى صعبه شويه، ده اللي كان مصعب العرض السعودي لاقامه السوبر المصري في السعوديه. لكن بقول لحضرتك يمكن الحرص السنه دي ان يتعمل كمان في الامارات عشان الطرف النادي المصري ما يتقلش، وعشان الزمالك والاهلي والزمالك ما يتلعب ماتش سوبر بين اهلي ونادي ثاني يتلعب بره، يعني كان ليها حسابات اخرى. تمام. لكن اعتقد ان شاء الله يكون مباراه كويسه وهيكون نتمنى طبعا سياده اللواء. يمكن خليني اسالك بقى على اتحاد الكوره وما يحدث ان شاء الله في الفتره القادمه لمنتخبنا الوطني، حتى كنت بتتكلم على استعداد طبعا منتخبنا الوطني لكاس العالم في روسيا ان شاء الله في شهر 6، يعني مباراه الاتحاد الكوره حتى الان اقر عليها بالنسبه للمباراه الوديه، حتى الان يعني كلام كتير على بعض الفرق مدارس مختلفة، سواء مدارس مثلا شرق أوروبا، مدارس أمريكا اللاتينية، مدرسة طبعا الكرة الخليجية زي ما احنا بنتكلم، يعني حتى الآن ست اللي هو يعني طلعنا على بعض المنتخبات أو اللي أنتوا وصلتوا لهم بالنسبة للمباريات الودية. والله كابتن محمد زي ما حضرتك سامع كده وبتسمع إن في عروض كتيرة جدا، مجرد وصولنا لكأس العالم مش عاوز أقول لحضرتك يعني كافة الشركات الكبيرة في التسويق الرياضي عروض من كل الدول، لكن مستر كوبر على قد ما الناس كلها كانت بتنتقد اداء المنتخب، الراجل ده راجل محترف بيشتغل مرحله بمرحله، هو كان عنده مرحله الوصول لكاس امم افريقيا، وصلنا نهائي افريقيا، وصلنا كاس عالم في مرحله انتهت، هو حاليا كل تخطيطه دلوقتي في المرحله اللي هي الاستعدادات والمعسكرات. اعتقد ان جهاز المنتخب ولاول مره يبقى عندنا جهاز منتخب ليه مدير المهندس زياد بليطه، مدير محترف وراجل مدير كوره محترف، كل اجراءات المنتخب وكل معسكرات المنتخب تحت اشراف المهندس هاني بوريدا المشرف على المنتخب بعيدا عن كونه رئيس اتحاد الكوره، كل الحاجات دي يا كابتن محمد مفيش حد بيتدخل فيها نهائي بالمره، ولا اعضاء مجلس اداره، ولا في اي تصور لفكر مستر كوبر اللي جاي، هو اللي بينظم، هو اللي هيتحاسب على المرحله اللي جايه، زي ما هو كان بيتحاسب على المرحله اللي فاتت كان كله بينتقد، لكن في الاول وفي الاخر هو وصلنا كاس عالم. فكل الماتشات احنا عندنا اربع مدارس او ثلاث مدارس المشاركين معانا في المجموعه، هو كل تخطيطه هيلعب نفس نوعيه المدارس دي، لكن حتى الان ما اتحسمش هنلاعب مين، ما اتحسمش المعسكرات فين. يعني الامارات ما اتحسمتش ست اللي هو؟ خالص يا كابتن، لان هو اصلا مستر كوبر لسه ما رجعش من روسيا. انت خلي بال حضرتك ان احنا هنلعب في ثلاث مدن، يعني مش هنلعب في صحيح، فبالتالي هو حتى الان بيتفقد الاماكن واماكن الاقامه، ودي احترافيه منه. يمكن عشان كده بقول ما تحددش برنامج المنتخب المرحله اللي جايه، هيبقى في اجتماع مع المهندس هاني بوريدا كمشرف على المنتخب، في اجتماع مع الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات عشان الجدول وعشان التوقفات اللي هتحصل، مع جهاز المنتخب الممثل للمهندس ابو ليطه، وفي الاخر هيتعمل مؤتمر صحفي هيتقال للناس كلها البرنامج المنتخب في المرحله اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا طبعا، اختيار افضل الفرق ان شاء الله، لان الاستعداد مهم جدا سياده اللواء، استعداد منتخبنا احنا حاطين امل بقى ان احنا المره دي نعدي الدور الاول، ف
فبالتالي الاستعداد لازم يبقى قوي بامر الله ان شاء الله. يا كابتن محمد انا عاوز اقول لحضرتك بس على الهوا كده يعني وصولنا وانجاز وصولنا كاس عالم يعني معرفش كده يعني احنا مش شايفين في تكريم للمنتخب ده للانجاز اللي حصل. احنا 28 سنه ما وصلناش كاس عالم، كنا متخيلين ان التكريم للمنتخب اللهفه من لهفه من 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 كافه المنظومات اللي في مصر اللي تكرم المنتخب. المحافظه الوحيده اللي كرمت المنتخب امس محافظه الشرقيه اللي هو خالد سعيد محافظ الشرقيه المحترم كرم الجهاز، كان عاوز يكرم كوبر طبعا، كوبر موجود في روسيا، كرم المنتخب في الزقازيق. فدي حاجه محترمه جدا، نفسنا ان كل المحافظات وكل الـ يعني الجهات ان المنتخب يحس ان في انجاز حصل، حتى لو اللعيبه مشغوله بالدوري في جهاز المنتخب. بس انا بقول لحضرتك كابتن محمد فعلا الناس دي ما خدتش حقها، لان فعلا كان امر صعب جدا. صحيح طبعا كان في دور كبير جدا لدعوات الجماهير المصريه عشان نوصل كاس العالم، لكن وصلنا. فوصلنا المفترض ان الناس دي يبقى في احتفال بيها وياخدوا حقهم في، لكن انت شايف زي ما حضرتك شفت كده ما شفناش اي احتفالات. ده احنا ما خدنا بطوله افريقيا كانت اكتر من كده 100 مره يا كابتن. من عشان كده بقول لحضرتك الناس حتى اللعيبه عندها مفاجاه بالعزوف التام عن تكريم المنتخب وعن يعني توصيل ليهم شعور بان ده انجاز حصل. تخيل يا كابتن محمد لو احنا ما كناش وصلنا بنتفرج على قرعه كاس العالم واحنا مش موجودين فيها، يعني تخيل الوضع في مصر كان هيبقى عامل ازاي. يا سياده اللواء، نعم. اللي عايز يتكرم هو انت، لان انت جيت في وبتكلم بجد، انت جيت في توقيت صعب جدا. صحيح صحيح، وكانت الاحداث في البلد صعبه، وكان ليك دور كبير جدا في انتظام بطوله الدوري ولعب المباريات، وبعدين انت جاي على منتخب بقاله 3 سنين امم افريقيه ما اشتركش، الحمد لله اشترك ووصل للنهائي في حاجه يعني سبق جميل يعني. اللي هو كابتن محمد بيحبك قوي الصراحه. وبعدين انت وشك حلو كمان بعد الفتره اللي فاتت دي. شهادته مجروحه بالنسبه لي. لا بس انا بقول لك بقى، انت عارف علاقتي بيك ست اللي هو، انت حضرتك من وانا كنت شغال في اتحاد الكوره لما كنت مدير منتخب الشباب، انا يعني حضرتك عارف قد ايه حضرتك مجتهد جدا وبتشتغل بشكل وبضمير يعني بامانه يعني. الراجل المناسب في المكان المناسب. أيه حاجه محترمه. محبوب من كل الناس ودي حاجه محترمه. ست اللي هو خليني اسالك، كابتن شاور ايه هو المدير الفني للمنتخب الاولمبي ولا لسه ما تحددش؟ والله يا كابتن يعني طبعا شرف لينا وشرف لي انا شخصيا، انا بتكلم بصفه شخصيه ان كابتن شوقي غريب القيمه الكبيره في الكوره في مصر، ويعني يعني لما اتقال اسم كابتن شوقي غريب في اي يعني ما فيهاش اختلاف على شخصيته كمدير فني لمنتخب، كان مدير فني منتخب مصر الاول، والكابتن شوقي قيمه كبيره حتى الان لم يحسم اتحاد الكوره قرار، لكن اعتقد احنا في اجتماع يوم 25/12 اعتقد ان ممكن يكون من الحاجات اللي هتتناقش فيه، لان طبعا بدايه التصفيات تقريبا يا كابتن ويعني في 2018 عشان الاولمبياد. فبالتالي اعتقد ان يعني بصفه شخصيه اتمنى ان الكابتن شوقي غريب يكون مدير فني المنتخب الاولمبي. احمد حسام ميدو موجود يا كابتن من ضمن المرشحين لقياده هذا المنتخب ولا اسمه مش مهم؟ انت عارف ان طبعا كابتن ميدو حاجه قيمه كبيره ونجم في التدريب، لكن كابتن ميدو لسه سايب وادي دجله. يمكن لما كان بيبقى في مناقشه لمدير فني كان بيستبعد كل الناس المتعاقده مع انديه، فبالتالي طبعا يعني الموضوع ما تطرقش الحديث في هذا الموضوع لان كابتن ميدو لسه ما فيش من يومين ثلاثه سايب وادي دجله. صحيح. لكن انا بقول لحضرتك يعني اعتقد ان الجلسه الجايه ممكن يبقى في قرار لهذا الشان يعني. ست اللي هو انا بشكرك، تعبناك يعني، وسعيد جدا ان انا سمعت صوتك يعني بجد. الشرقيه كلها بتسلم عليك وانا بكلمك من الشرقيه. طيب لا حبيبي ست النهايه طبعا، ست اللي هو عميد ساره الصغيره طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا، مدير تنفيذي طبعا لاتحاد الكوره، وست النائب ايضا في نفس الوقت. يمكن كابتن رضا كنت عايز تتعلق على جزئيه الاهلي ومباراته امام يمكن المباراه هتبقى صعبه على النادي الاهلي طبعا، ولكن زي ما كابتن محمد قال في البدايه احنا يعني النادي الاهلي هو ده قدر وهو ده اللي احنا تعودنا عليه وهو ده التوقيت دايما، ولو هنلعب كل يومين هنلعب يعني هو ده الوضع. ولكن برضه انا شايف ان اتحاد الكره الامور بالنسبه له صعبه عشان كاس عالم وضغط المباريات، فعشان ناجل او عشان هتبقى الامور صعبه، ولكن دايما هيبقى في حل ان شاء الله. المباراه هتبقى صعبه لان الند بالنسبه لك النادي المصري فريق قوي منظم مجتهد،
عجبني جدا الامير صالح السوري وهو بيتكلم ان المباراه هتتلعب في الامارات، المنافسين هنا مش اهلي وزمالك، فده مش معناها ان هي الموضوع منحصر بين ناديين بس فقط لا غير. فده لا، حق نادي المصري ان هو يبقى متواجد طالما هو المنافس في البطوله، يبقى هو متواجد في زيه زي نادي الزمالك زي اي نادي في مصر. فدي حاجه كويسه قوي ان دي بتدي حافز وحماس للانديه الثانيه. احنا مش بنتكلم، احنا مش هنا بنتكلم عن النادي الاهلي بس، والنادي الاهلي طبعا احنا في ظهر النادي الاهلي، احنا في بيت النادي الاهلي، ولكن لما تيجي تتكلم في حقوق مالهاش علاقه انت بتشجع ايه، يعني ليها علاقه بالحق وبالروتين وبالناس دايما حاسه ان الاهلي والزمالك هم بس في مصر. بالزبط. فالمباراه دي هتكسر الحته دي، وده مهمه جدا ان انت تبقى فاهم ان انت طالما انت نادي. احتفاليه بقى. بالظبط. احتفاليه كبيره للجاليه المصريه الكبيره اللي في الامارات، بتبقى يعني يوم بالنسبه لهم فرح يعني ما يشوفوا فرق مصريه، خصوصا طبعا الفرق مختلفه عن الزمالك، هشوف يعني برضو عن الاهلي والزمالك. واعتقد ان برضو حاجه زي دي ممكن تهدي الاجواء برضو بين الناديين اللي اعتقد انها هديت الحمد لله الى حد كبير يعني. الحمد لله. طيب خلينا نروح لفاصل بس ونرجع نكمل كلامنا بقى على النادي الاهلي كابتن رضا وكابتن محمد، واستكمالا لمشواره في بطوله الدوري. الحمد لله من السنه اللي فاتت احنا ما خسرناش اي مباراه، وده في حد ذاته انجاز للنادي الاهلي وكسر الارقام القياسيه كتير. نروح لفاصل ونرجع كلامي على الاهلي ومباراته ايضا في مصر مقاصه القادمه ان شاء الله. خليني اكلمك بقى يعني عن مباراه المقاصه القادمه. اكيد انت يعني بتكسب، فبالنسبه لك المباراه المؤجله دي الاهم. عندنا 12 نقطه هتبتدي ان شاء الله من مباراه مصر المقاصه، ثم طبعا مباراه النصر دي مؤجله ايضا، ومباراه المقاولين الاخيره. لكن خلينا نبدا عندك ثلاثه مؤجلين، عندك ثلاثه بالنسبه لاولهم هتكون مصر المقاصه بامر الله. تمام. طبعا مباراه قويه مع فرقه محترمه، معها مدرب جديد عماد سليمان. صحيح. العمده بيلعب كوره وغير كوره حلوه، يمكن هيعوض الحته اللي كانت برضو ناقصه وتعتبر سلبيه مع مؤمن سليمان، حته الدفاع. مؤمن كان بيهاجم بكثافه يعني بغض النظر مش محسوبه شويه، مش محسوبه شويه، فيها تهور يعني، نوع من التهور. اعتقد ان عماد سليمان ظبط الاداء الفتره الاخيره، فرقه بتدافع كويس قوي، في حتى يعني لاحظنا في جمال في الاداء يعني، الناحيه الفنيه عند عماد عاليه، عامل ماتشات الحقيقه من اول ما مسك ماتشات قويه. احنا بنتكلم ان المقاصه برده لازم ترجع لترتيبها الطبيعي، احنا بنتكلم على المقاصه ترتيب ال 11 مركز ال 11 السنه دي مختلف، كان بدايته طبعا ما كانتش دي، كانت مباراه طبعا. هو الوصيف السنه اللي فاتت يا كابتن، السنه فاتت كان شكل مختلف، دي مباراه المقاصه والاهلي 2-2 لو نتذكرها، كان مختلف فريق المقاصه الى بشكل كبير في اداؤه. السنه دي اعتقد ان هي التعطيله اللي في الاول اللي في البدايه دي فرقت معاه، بس اعتقد ان هو المقاصه قادر، لان عنده مجموعه من اللعيبه المميزين، المقاصه قادر ان هو يرجع تاني للوضع الطبيعي على الاقل فيه المربع الذهبي. النادي الاهلي مطالب بخلال الثلاث مباريات القادمه اللي هي المؤجلات دي التسعة بونت ياخدهم، يفرق طبعا عن الاسماعيلي، واعتقد انه يبعد خالص، يبقى بعيد، يتربع على القمه لوحده. مهمه جدا المؤجلات، هيبتديها بالمقصه، والمقصه هتدي له دافع، هتديناها بالاسيوطي بالظبط يعني 12 نقطه كابتن دلوقتي ب 9 هتدي له، اعتقد انها هتدي له مكسب ان شاء الله، المقصه هتدي له دفعه في المباراه القادمه. حقيقي كابتن رضا، رؤيتك للمباراه القادمه خصوصا يعني ان احنا زي ما نقول مباراه الاسيوطي او المكسب بيجيب مكسب، احنا اخر مباراه الحمد لله 3 نقاط كانوا مهمين جدا لفريق النادي الاهلي في ظل المؤجلات اللي كانت موجوده، كانت اولهم مباراه الاسيوطي كابتن. يمكن انا اتكلمت على مباراه الاسيوطي ان هي الميزه اللي احنا استفدناها اكتر، اهم من وجهه نظري من الثلاثه بونت، ان هم ان احنا ادتنا يعني احنا حسينا ان المباراه صعبه عشان احنا استسهلناها بمعنى صح، فده تخليك تدخل المباراه القادمه بقوه، مش هندخل بنفس الريتم بتاع الاسيوطي. ده مهم جدا في مباراه الاسيوطي، ولكن يمكن اللقطات اللي قدامنا دي الفرقه المقاصه دي غير اللي موجوده دلوقتي تماما، مش بنفس الترتيب ومش بنفس التنظيم ومش بنفس طريقه لعب الكوره، الموضوع مختلف. يمكن ابتدوا اقل من المعتاد لنادي المقاصه، ولكن بداوا يرجعوا بالشكل المطلوب.
بس لسه ما وصلناش نتكلم عليها السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت برضو ما وصلناش حتى 70% من الاداء والانسجام اللي كان موجود السنه اللي فاتت. بس ده مش معناه ان النادي الاهلي بيقابلهم برضو زي السنه اللي فاتت. السنه دي النادي الاهلي السنه دي مختلف في الاداء وفي الريتم واللعيبه انسجام الحمد لله. الانسجام بقى موجود, بقى عندنا هدافين دلوقتي, بقى عندنا ازارو بيجيب, عبد الله بيجيب, بقى عندنا حلول كتيره في الجزء الامامي اللي كان فيه شويه او في وقت من الاوقات كان فيه مشكله في النادي الاهلي. الجزء الامامي كان فيه مشكله ولكن حاليا الجزء ده اختلف. لا بقى عندنا في الجزء الامامي ناس حافظين بعض, عندنا حلول كتيره جدا. فالمباراه انا شايف انها تبقى هتفرق, بس ان انا في بدايه المباراه هقدر اعمل ايه. لو خطف جون بدري النادي الاهلي المباراه بتتسهل طبعا على النادي الاهلي تماما. طموحك طبعا او انت هدفك انك تحرز هدف بدري دايما النادي الاهلي. خليني يعني مع الهاتف نعرف مصر مقاصه بيفكر ازاي للمباراه القادمه. كابتن وليد هويدي مدير الكره في نادي مصر مقاصه, تحياتي ليك كابتن وليد. حضرتك كابتن محمد وضيفك الكرام. طبعا كابتن محمد حشيش, كابتن رضا شحاته يعني موجودين معايا بيسلموا عليه. اهلا وسهلا كابتن وليد. يمكن مباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي ايضا بالنسبه لمصر مقاصه اللي كان الوصيف لفريق النادي الاهلي العام الماضي في بطوله الدوري. السنه دي بدايه غير موفقه ولكن لحد ما الامور ابتدت تتحسن في فريق مصر مقاصه. مباراه الاهلي دائما بيبقى ليها شكل مختلف للاهلي والمقاصه. بتشوفوا الاستعدادات عامله ازاي بالنسبه لكم؟ واكيد في طموح اكيد كبير لفريق مصر مقاصه امام النادي الاهلي. اكيد طبعا هو في شك يعني ان يعني مباراه الاهلي والزمالك دايما بيبقى يعني استعدادات خاصه, وديت بالنسبه لنا مباراه النادي الاهلي فعلا بالفعل جايه في ظروف الحمد لله. يمكن بدايه التحسن كان من حوالي من 7 مباريات كده. احنا في البدايه طبعا اول 5 مباريات خدنا بومت واحد, لكن مع وجود يعني الحمد لله الامور اتحسنت شويه, وصلنا للنقطه ال 15. بنتمنى من الله عز وجل ان احنا نواصل المسيره بتاعتنا, ان احنا ندخل حتى ناحيه المربع الذهبي باذن الله ونستعيد مكانتنا اللي احنا خسرناها السنه دي. وطبعا ما فيش شك ان يمكن اللعيبه في المباراه دي بالذات بتبقى تركيزها بتبقى اعلى يعني. اكيد اكيد. لكن كابتن يمكن السؤال ده اكيد اتسالتوه بشكل على طول مستمر من وسائل الاعلام, لكن الاسباب اللي خلت مصر مقاصه بدايته كانت كده؟ لا هو حضرتك يمكن بس يكون في سوء توفيق. والله يمكن الكابتن مؤمن ما قصرش وكان يعني بيجتهد وبيعمل اللي عليه, لكن ممكن ظروف حضرتك يكون لاعب يروح في نادي ما يبقاش موفق, في مدرب مثلا ممكن يبقى مش موقف في النادي ده ويوافق نادي اخر. بتبقى ظروف يعني, لكن يمكن الكيمياء بتاعتنا ماشيه مع كره الدراويش. ممكن يعني انتوا على فكره السنه اللي فاتت الحمد لله يمكن او كنتوا ما شاء الله السنه اللي فاتت ماشيين بشكل جيد, يعني تاخدوا المركز الثاني في ظل فرق كبيره موجوده وادائكم ممتاز, يعني كانت الامور جيده جدا. كابتن ايهاب موجود السنه دي, تحسنتوا زي ما انت بتتكلم كده مع كره الدراويش كابتن عماد سليمان طبعا النجم الاسمر الجميل. فبالتالي يعني نتمنى لكم طبعا التوفيق. انت في البدايه انت كنت في المركز اللي قبل الاخير, وده كان حاجه كنا بنستغربها كمحللين لكره القدم او متابعين لكره القدم كابتن وليد. يعني بالفعل احنا طبعا كنا البدايه بتاعتنا يمكن احنا كنا في المركز 17, بعد كده اتحسنت الحمد لله يمكن احنا وصلنا للمركز الثامن. وبرضه ده يمكن ما يرضيش طموحنا طبعا كابتن محمد. احنا ان شاء الله برضه طموحنا باذن الله ان احنا العوده للمربع الذهبي, خاصه ان شاء الله ان احنا هندخل برضه على افريقيا, فاحنا ان شاء الله هيبقى عندنا تدعيمات في شهر 1 باذن الله. لسه كنت اسالك عليها دي, تدعيمات هتكون عامله ازاي بالنسبه في مصر مقاصه بقى كابتن؟ والله يعني هل في عينيكوا على حد معين؟ هل في لعيبه اجانب ممكن تبقى متواجدين؟ انا ما اعرفش مش هيقول طبعا. انت خلاص كده انا حاطط على مراكز طبعا انت عارف حضرتك المفاوضات لسه مش هنقول حاجه لما تكون خالصه يعني. تمام احنا اولا طبعا احنا الحمد لله يمكن احسن هجوم في الدوري, احنا عندنا 22 جول لكن الدفاع بتاعنا جايبين 16 جول, فغالبا التدعيمات هتبقى في قلب الدفاع, هتبقى مثلا ديفندر, هتبقى باك رايت, باك ليفت, دي معظم الايه غالبا هي معظم المراكز اللي احنا هنعمل دعم فيها على اساس ان احنا نحسن من قدراتنا الدفاعيه ان شاء الله. لان حضرتك بقول لحضرتك احنا يمكن في انديه يعني الانديه من طبعا النادي الاهلي هو لاعبين طبعا كل 11 نادي الاهلي لعب 9 مباريات غالبا جايب 19 جون 9 مباريات تمام, لكن كل الانديه ده يعني بعدينا
بفروق في الاهداف بالنسبه للهجوم، لكن المدافع كدفاع برضه كتير ان انت يدخل فيك 16 جون في حوالي 11 مباراه. صحيح، انت جايب 22 هدف حتى الان يا كابتن وعليك 16 هدف، اعتقد ان عدد الاهداف الهجومي عندكم ما شاء الله ما شاء الله قوي، ولكن هو جزء الدفاع زي ما انت بتتكلم. لكن انا كلام واصل لي ان في لاعب انتوا يعني خلاص بتخلصوا معاه، هو شوقي السعيد. لا والله يا فندم، يعني طبعا كابتن شوقي اسم كبير طبعا، لكن مش يعني ممكن طبعا حضرتك طبعا تعرف هي وجهات نظر يعني. تمام. هو عامة يا كابتن انا عارف انت مش هتقولي لغايه لما تخلصي كل حاجه، بس خليني اسالك على المباراه القادمه، هل في اصابات في فريق مصر المقاصه مش هتكون موجوده تماما؟ بعد اذن حضرتك انا عايز اوضح حاجه يا كابتن محمد. ان اولا المباراه متحدد ملعب السويس ده بتاريخ 17/9/2017 بالظبط. تمام. يعني مش ان احنا كان المباراه كانت في القاهره واحنا نقلناها السويس، لا حضرتك حدد الملعب 17/9 ماتش الاهلي والزمالك، بعتوا لنا الماتش يبقى فين؟ كتبنا السويس، انت عارف ان اصلا الاهلي والزمالك ما بيجوش عندنا الفيوم. تمام؟ تمام. الاستاد فيه شغل دلوقتي، استاد الفيوم فيه شغل. فكان البدايه كانوا مرشحين لنا استاد بني سويف للدوري. ما عدا مباراه الاهلي والزمالك قالوا لنا تبعتوا استاد ايه؟ كتبنا استاد السويس. تمام. يعني تحديد المباراه ده حضرتك من فتره طويله. طب ما كانش محطوط استاد برج العرب من ضمن الاستادات اللي انت ممكن تكونوا تلعبوا فيها كابتن؟ لا يا فندم، احنا في حضرتك ده جواب، ده احنا من الاتحاد واحنا رضين بجواب، ولو حضرتك ممكن ابعت للاعداد صوره من الفاكس اللي احنا بعتينه لاتحاد الكره بتحديد ملعب السويس من 17/9. تمام. طيب كابتن انا كنت بكلمك على هل في اصابات داخل فريق مصر المقاصه، يعني بمناسبه ان المباراه القادمه خلاص يوم الاحد، هل في اصابات موجوده مش هتلعب خالص او هتبقى موجوده بره التشكيل، ولا الامور كامله بالنسبه لفريق مصر المقاصه؟ هما الاثنين المصابين حسني فتحي طبعا، وده كان عمل عمليه تنفيذ الركبه عمليه يوم الثلاث، ان شاء الله من تاريخ يوم الثلاث شهر يرجع الملعب باذن الله. وكابتن عاصم السعيد ده برضه من مباراه المريخ اللي كانت في الكاس، ويمكن ان شاء الله هيبتدي التدريبات اللي هي قريب، يعني دول هم اللي بره، لكن كل اللي لسه موجوده او كل اللعيبه موجوده تحت امره الاختيار الفني للكابتن عماد. تمام كابتن وليد، انا بشكرك يعني شكرا جزيلا، ان شاء الله كل التوفيق ليكم. اكيد مباراه قويه امام النادي الاهلي في هذه المباراه يوم الاحد بامر الله. اكيد النادي الاهلي هدفه هم الثلاث نقاط، فمباراه صعبه، بنتكلم على عدد اهداف قوي جدا او عدد اهداف كبير بالنسبه لفريق مصر المقاصه، فبالتالي هتلاقي الجزء الهجومي كبير فيه. عندهم جون انطوي هو الهداف بالنسبه لهم، ده واحد اللي موجود النقطه، وبالتالي كابتن حسام اكيد جزئيه الدفاع هيهتم بيها كابتن. في خلل طبعا في الفرقه طبعا، 16 هدف يدخل مرمى في 11 مباراه، يعني تقريبا كل مباراه فيها اهداف لي عليهم، فطبعا في خلل معين في يعني صعب قوي زي ما بقول لك انا، ده بيعكس الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله بتاع كابتن مؤمن سلمان، لما كان بيهاجم بس بتهوى شويه، عدد اهداف من اكثر الفرق اللي جايبه اهداف في البطوله 22 هدف، وفي نفس الوقت او من اكثر الفرق اللي داخل فيها اهداف يعني 16 جون، فدي برضو حاجه يعني اعتقد ان الكابتن عماد سليمان يعني هيحاول يظبط الموضوع ده. الحاجتين دول بقى كابتن بقى بالنسبه للنادي الاهلي في المباراه القادمه، سواء بقى في الجزء الدفاعي بالنسبه لنا او في الجزء الهجومي بالنسبه لنا ايضا. احنا برضو في يعني في الاول في الاخر لو اتكلمنا على المقاصه، احنا بنتمنى طبعا عشان الدوري مستواه يعني يرتفع ان يبقى في مزيد من الفرق اللي بتنافس في المربع طبعاً الذهبي، فكون ان فرقه زي المقاصه كان لها باع الفترة اللي فاتت ووصلت ولعبت افريقيا ترجع ليه الترتيب ده، يعني دي حاجة ما تبسطش اي حد منتمي لكرة القدم او بيبص للدوري المصري انه عايز يبقى من احسن الدوريات، لازم المنافسة تزيد ما تبقاش قاصرة مثلا على فرقتين. السنة دي احنا بنتكلم مثلا على الاسماعيلي ابتدى يرجع لمستواه الطبيعي ومكانه الطبيعي، طبعا النادي الاهلي لسه المؤجلات بتاعته، المصري البورسعيدي مع نادي الزمالك برضو متارجح المستوى خلال الفتره دي، فلسه الملامح يعني احنا يعني قطعنا شوط كبير الحقيقه في المباريات حوالي 12 اسبوع ولسه الشكل ما بانش، يعني في فرق بتطلع وتنزل وفي الفروقات ما بين يمكن السادس و ال 14 او ال 12
المركز انا هقول لك هيبان امتى؟ لما الاهلي يبقى الاول. بس كده صح. ادي حقيقه يعني. هو هيبان ان شاء الله ان الاهلي هيبقى في المركز الاول وهيبان بقى ترتيب الفرق بعد كده يعني. صحيح. كابتن رضا يمكن واحنا بنتكلم وبنشوف فريق مصر المقاصه ويهمنا ان احنا نحللها بشكل ما في هذه الفرقه اللي ممكن كانت فعلا في المركز قبل الاخير والموضوع اتحسن بالنسبه له او النتائج اتحسنت مع وجود كابتن عماد سليمان. وده مش تقليل لكابتن مؤمن خالص لان طبعا هو من المدربين المميزين ولكن هم طموحهم فرقه موجوده في بطوله افريقيا السنه دي كانت وصيف امام النادي الاهلي دائما بتعمل مباريات جيده واحنا كان امامنا على الشاشه دلوقتي مباراه 2-2 دي كانت مباراه قويه ايضا امام النادي الاهلي بالتالي عندهم طموح عندهم خط هجوم قوي وعندهم خط دفاع الى حد ما تقدر تستغله بنسبه الاهداف اللي دخلت فيه كابتن رضا. الفكره هنا لما بيجي ان انا لو انا ماسك فرقه مش النادي الاهلي او اي فرقه غير النادي الاهلي ونادي الزمالك انت مش محتاج تحفز خلاص. انت مش محتاج تحفز اللعيبه ان هو احنا هنلاعب الاهلي نبدا نشد هو اوتوماتيك هو داخل في الشده تمرينه مركز قوي بتلاقيه بينام بدري مهتم باكله مهتم بكل التفاصيل الصغيره ان هو اوتوماتيك هيلاعب النادي الاهلي فهو عايز يظهر باحلى او باحسن اداء عنده. فهو اوتوماتيك ده انا كمدرب ما بشغلش بالي بيها فبمركز في الحته بتاعتي بس الحته الفنيه. لما نيجي نتكلم على الحته الفنيه احنا لازم المقاصه نقسمها نصين. بمعنى ايه نصين؟ نص مع مؤمن سليمان نص مع عماد سليمان. تمام. الموضوع هنا مختلف. طيب. لو احنا بنتكلم عن نسبه الاهداف اللي دخلت اكيد مع مؤمن سليمان كانت اكتر. حطيت عماد. ايوه بالظبط كده. ولكن لما تيجي تقول 16 هدف ما اقدرش اقول 16 هدف كده في المطلق لان الفرقه هنا اشتغلت مع اثنين مدربين. صحيح. الجزء الاولاني كان فيه اهداف وكان الاداء اقل. دلوقتي لا الاهداف قلت والمستوى احسن. صحيح. فما ينفعش اقول ان هم دخلوا فيهم 16 هدف فهم دفاعهم واقع بمعنى صح او اقل. عملية تحسن بالنسبه للخطوط موجوده. بالظبط. هنا لما بنيجي نتكلم بقى في الجزئيه دي لازم نتكلم ان الفرقه دلوقتي بقت منظمه افضل من الفتره الاولى فما ينفعش ناخدها كلها على بعضها كده احنا لازم نقسمها حتتين ونبدا نتعامل على المقاصه بتاعه النهارده مش بتاعه بدايه الموسم. انا بتكلم على النادي الاهلي لو هو بيلعب المقاصه مش هقدر اقول ان هو دخل في 16 لا انا هقول ان هم اتحسنوا الاداء بقى واضح بقى لهم خطوره بقى لهم شكل واضح وعندهم حلول فرديه قويه جدا. صحيح. عندهم حلول فرديه ونحط تحت دي 100 خط حلو قوي ان انت بقى عندك لعب جماعي في الفرق ولكن الحلول الفرديه اهم كمان من اللعب الجماعي لان الماتش لما يبقى مقفول زي ما احنا بنتكلم لازم يبقى عندك حل فردي طبعا فده موجود في المقاصه. طبيعي في اي فرقه بتلعب الحته الهجوميه بشكل مكثف زي المقاصه طبيعي ان يبقى في اهداف بيستقبلها ولكن لو انت بقى مدرب شاطر وعندك الحنكه بقى ان انت تقدر تجيب اثنين اقوياء جدا في المركز ده هم دول الحلول بالنسبه لك. انا شايف ان اي فرقه بتلعب الحته الهجوميه لازم يبقى عندها حاجتين اثنين في نص الملعب اقوياء جدا اثنين في خط الدفاع اقوياء جدا. صحيح. عشان كل الخطوط الثانيه بتلعب على الهجمات المرتده دايما بتبقى في نص الملعب فلازم الخطين. صحيح. دول بيقطعوا اي هجمات مرتده بتحصل نقدر نوقفها في نص ملعب ما تجيش اصلا في النص الاخير او الثلث الدفاعي ده فدي حاجات مهمه جدا في الفرق ولكن انا شايف النادي الاهلي الفتره الاخيره الحمد لله المستوى ثابت الاداء منظم يعني بنتكلم على مباراه الاسيوطي يمكن دي اهميه المباراه يمكن ما كانش الحافز قوي بالنسبه لعيبه النادي الاهلي ولكن في المجمل احنا خدنا المهم من المباراه اللي جايه صعبه فريق ليه رصيد في الدوري فانا اوتوماتيك لعيبه النادي الاهلي مركزين جدا انا متاكد اللعيبه مركزه بسابق المباريات اللي قبل كده وعارفين ان هم اتحسنوا فلازم هنشتغل اقوى من الفتره اللي فاتت. صحيح. هي اهميه المباراه في بدايتها بالنسبه للنادي الاهلي انا شايف ان البدايه مهمه جدا للنادي الاهلي لو قدر النادي الاهلي ان هو يخلص المباراه بدري المباراه هتبقى سهله لو المباراه طولت وقعدنا للشوط الثاني المباراه هتبقى صعبه. صحيح. هتبقى صعبه وهتبقى فيها خطوره. طيب كده. بخصوص الكلام واحنا بنتكلم الاهداف اللي دخلت في مرمى مصر المقاصه يمكن لعب مصر المقاصه 5 مباريات في ظل وجود كابتن مؤمن سليمان كمدير فني ودخل فيه 9 اهداف اما مع كابتن عماد سليمان ف6 مباريات و7 اهداف الى حد ما فرق هدفين بيقل يعني حته الجزئية في الاهداف انت بتتكلم في حته تحسن في الجزء الدفاعي والارقام بتتكلم يعني في الاول وفي الاخر إيه احنا عايزين برضو نقول يعني ان احنا لما بنقول على الاهداف ال 16 ده ما بيقللش من الديفنس بتاع المقاصه او كافراد خلي بالك هو وضعه بيبقى مختلف مع النادي الاهلي طبعا يعني الشكل طبعا. الدفاع بالنسبه لهم انا عايز اقول ان هي طريقه لعب اكتر منها يعني زي ما احنا بنقول ان مؤمن لعب بطريقه هجوميه فيها نوع من انواع التهور شويه بغض النظر عن التامين الدفاعي في نص الملعب لان احنا لو شفنا حتى المباريات بتاعتهم الكور بتيجي من هجمات مرتده من القلب فحته الديفندرات دي كان مهم. يعني عندها مشكله هو اكتر لعبه في نص الملعب ان اللعيبه بتكمل مع الاجناب او من الاختراق من العمق
فعنده حته نص الملعب دي مع حته الاستمرارات اصعب حاجه على المدافعين، وانا كنت مدافع وعارف الكلام ده، ان يجي حد بسرعته من تحت يجي عليهم، دي صعبه جدا، ما يبقاش في غطا صح قدام السرد باكات. يمكن زي ما بقول احنا كابتن عماد ابتدى يظبط اعتقد الحته دي، وبعدين زي ما انت بتقول يا كابتن رضا اللعيبه اللي بتلعب خارج النادي الاهلي بيعتبر مباراه النادي الاهلي هي المباراه اللي بتحكم عليه طول الموسم على مستواه وعلى ادائه، سواء في فرقته بالنسبه لتجديده مع فرقته او بالنسبه للمنتخب. احنا شفنا الاشاده في مباراه اسيوطي وكابتن علي، وما ننساش حاجه كمان برضو مهمه الفتره اللي جايه دي، انت كل اللعيبه الموجودين في الدوري الممتاز من اكبر فرقه لاصغر فرقه عنده طموح ان هو حافز تاني كمان يروح هيروح من خلال مباراه لازم يبقى طرفها ملك، عشان نتكلم كلامك مظبوط، السبوت عليه عالي بالظبط، هيبقى السبوت عليه عالي وهيتشاف من الحته دي، فاعتقد ان يعني دي هتبقى حافز كبير لنادي المقاصه. وفي نفس الوقت النادي الاهلي لو احنا رجعنا بالذاكره كده، احنا لعبنا في اجيال مختلفه، بيبقى عندك فرق في الدوري محطات معينه تقدر تقول اعدي المحطه دي يبقى انا قربت من بطوله الدوري، صحيح، او انا ركبت على جدول الدوري، منهم حاليا المقاصه، الاسماعيلي، المصري، الفرق دي لو عديتها وكسرتها لان هي دي اللي بتحاول تنافس، فانت لما تكسر الفرق دي بيبقى انت عندك ادفانتج عاليه ان عالية. انت تبقى متصدر. طيب يمكن دي كانت اولى مباراه مصر مقاصه امام الاسيوطي وتعادل ايجابي 1-1. خلينا نكون واحنا بنتكلم على مؤمن وكابتن عماد وتغيير المدربين يا كابتن، واحنا اهو بنتكلم فيها، يمكن لا انت لغايه دلوقتي الاسبوع ال 12 اتغير كم مدرب؟ حوالي 8 مدربين بـ8 مدربين فنيين اخرين، او 8 مدربين فنيين مكان 8 مدربين فنيين. يعني بدايتهم طبعا انا هقول لكم اسامي المدربين اللي مشوا من الانديه، اشتراكة مشي عن سموحه وكابتن ميمي عبد الرازق قام بدور المدير الفني مؤقتا، حتى هنشوف بقى كابتن طارق شوقي موجود ان شاء الله، ايضا كابتن طارق عشري رحل عن انبي ومكان ايهاب جلال، طبعا كابتن ايهاب جلال هو البديل في انبي، كابتن هاني رمزي رحل عن الاتحاد ومكانه كافاليا المدير الفني الفرنسي، ايضا كابتن مؤمن سليمان رحل عن المقاصه ومكانه حاليا كابتن عماد سليمان، كابتن خالد عيد رحل عن طنطا بعد الهزيمه الاخيره 2-1 من الاسيوطي مكانه حاليا كابتن اسامه عرابي، كابتن احمد سامي رحل عن طلائع الجيش مكانه كابتن حلمي طولان، وفي اولى مباراه كابتن حلمي طولان بينهزم 4-0 من مصر المقاصه اللي الاهلي هيلعبه المباراه القادمه، ايضا كابتن احمد حسام ميدو رحل عن وادي دجله ومكانه حاليا كابتن طارق عشري، كابتن احمد حسام ميدو اخر مباراه مع وادي دجله انهزم من الاتحاد 4-0، وكابتن خالد القماش رحل عن الرجاء وجي مكانه كابتن عماد النحاس. كابتن رايكم عامه في تعليق ان في 12 اسبوع تغيير 8 مدربين مكان 8 في 8 فرق طبعا يعتبر يعني دي امتداد لسلسله بصراحه يعني التهريج اللي بيحصل في الدوري المصري من مجالس الادارات. السنه اللي فاتت برضو خلي بالك برضو كان في برضو تبديلات كتيره. انا بلاحظ كمان محمد ان التغييرات دي ما بتجيش على اساس علمي، انا شايف ان هم 6-7 مدربين موجودين بيتنقلوا ما بين النادي ده والنادي ده، يبقى نادي مدرب مدير فني ماسك فرقه ويعمل معاها نتائج وحشه بتبص تلاقيه ان هو بعد اسبوع بيروح فرقه تانية. طيب هل مجالس الادارات انت ما اتفرجتش على البطوله ده، احنا ما اتكلمش على بطوله قبلها، انت بتتكلم في نفس الموسم، هل انت كرئيس مجلس اداره او مجالس الادارات ما شفتوش ان الراجل ده مثلا فشل مع الفرقه دي او ما قداش مع الفرقه دي، فانت بتجيبه يمسك الفرقه بتاعتك هو؟ اعتقد ان مصر مليئه بالمدربين والصف الاول كمان كل مدى عمال يبقى فيه مدربين كتير بس ادوا لهم فرص يا جماعه، ولا هل هي تغيير عتب زي ما بيقولوا ان انا غير ده قصته مش ماشيه في النادي ده؟ الكره لازم يشارك في الجزئيه دي يا كابتن، ملهاش دعوه بمجلس الاداره فقط، يعني لازم تحديد قانون او قانون بهذه، انت عارف احنا ممكن نعملها زي ايه؟ زي ما اتحاد الكره عمل قرار قال لك مفيش حراس مرمى محترفين في الدوري المصري عشان كذا، خلاص تاريخ ناديين في السنه بس كده يعملها يعني مثلا يعني فنيين. في بعض الاتحادات بيعملوا كده في الكرة. يدي فرصه فاروق للمدربين التانيين، في مدربين على مستوى عالي جدا جدا بس اديله الفرصه انه يمسك، ما يبقاش الفرقه دي
خلاص مشي منها كذا راح للفرقه اللي وشفنا احنا يعني لو اقول اسماء مش عايز اقول اسماء بس عشان الناس ما تزعلش، انما في ناس كتيره ابتدت مع فرق ودلوقتي داخله حتى قبل الدور الثاني ده احنا ما كملناش حاجه لسه. طب ما تدي فرص للناس ويا سيدي مش هنقول هيبطل يقعد في البيت السنه اللي بعدها الموسم اللي بعده اشتغل يعني بس ادي فرصه. يعني انت رايك كابتن رضا مثلا ان هم كاداره نادي تفضل مستنيه مثلا دور اول كامل للمدير الفني عشان تحدد او تقيمهم بشكل افضل بيبقى من فيه مثلا 18 اسبوع مثلا في 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 لازم تغير في فرق بس في فرق ما يعني اللي لازم تغير ده هو كابتن محمد بيتكلم ان انا غيرته من هنا هو واقع يعني ما عملش نتائج في الفرقه دي هو المدرب راح يحقق نتائج مع فرقه واقعه برده يعني انا فرقه مش عامله نتائج عندي فرقتين مش عاملين نتائج المدرب بيمشي من هنا بيروح هنا صحيح. هو هنا ما كانش هي فكره انا شايف يعني من وجهه نظري تغيير عتب تغيير عتب اكتر أيوة. منها يعني أيوة. هي الفكره كلها ان مش ماشيه معاه هنا مش تمشي فممكن تمشي الناحيه الثانيه طب ازاي يا جماعه وبتحصل اوقات يا كابتن وبتحصل وناس بتكسب برده ومفيش وبعدين رضا اللي يضايقك الحاجه الغريبه ان بيبقى ماسك فرقه عندها قماشه زي ما بيقولوا اصل في الفاظ كده بتتقال بقى في التحليل والقماشه اللي كذا والمش عنده لعيبه كويسه جدا على المستوى الفردي والجماعي بس انت عايز مدرب يظبطهم طبعا فمش حجتك ان انت انا افهم كده في الفرق الصغيره ان مبقاش عنده اللعيبه او العناصر اللي يقدر يعمل بيها حاجه لان المدرب لو ما عندوش عناصر لعيبه كويسه مهما كان هو فنيا عمره ما هيقدر يعمل نتائج مش هيعمل صح بس انا شايف ان لما يكون مدرب ماسك فرقه اسمها كبير تاريخها كبير وعندها لعيبه محترمه وكده وتعمل نتائج كويسه يبقى العيب فيه هو اساسا انما الانديه الصغيره اللي ما فيهاش لعيبه وبعدين احنا مقياس المدرب الكويس ان انا امسك فرقه عندها عناصر كويسه وابقى اخد بيها كذا انما هي الفكره انك تمسك فرقه قليله شويه وتقدر ترفع من مستواها بدل مثلا ما فرقه بتبقى ترتيبها دايما ال 13 وال 14 اليها مثلا ما مسك المدرب دي بقت الخامس الرابع يبقى في انجاز حاصل انما هو تسكين بس زي ما نقول هي الفكره زي ما احنا بنتكلم الدليل على ده مثلا كابتن علي ماهر في الاسيوطي المجموعه مش المجموعه المميزه او مش المجموعه اللي هي التوب رقم تمام. واحد في الـ في الـ في, الـ في اللعيبه مثلا ولكن في شكل واضح في اداء باين في الملعب فده بنقول ان ده حد مدرب كويس احنا بنتكلم في حاجه ثانيه برضه كابتن فاروق انا ليه انا النصر الصراحه ما بيغيرش خالص مين النصر ثابت النصر ما بيغيرش دكتور عمرو ما بيغيرش حل بالظبط انا مش عارف ليه اتحاد الكوره ما بيعدش كوادر للمدربين صحيح ليه اتحاد الكوره ما عندوش كوادر ليه ما عنديش مجموعه من المدربين الصغيرين اللي هو يقدر يشكلهم زي ما هو عايز في دورات تدريبيه خارجيه دورات تدريبيه داخليه ايا كان السبب ايه ولكن انا عايز اعمل كوادر تمشي في الدوري المصري ده هم دول كمان 10 سنين هم دول يبقوا ماسكين الدوري المصري بثقافه الدوري بثقافه الاتحاد بالفكر الجديد اللي انت عايز تطبقه لو انت عايز تطبق يعني فليه مش عامل مجموعه هم دول مركز معاهم وعامل لهم الاتحاد عامل الرخص اللي هي تبع الاتحاد الافريقي ده موضوع تاني انما هو كابتن رضا عايز حاجه اكسترا مثلا بيبقى على حسابه يا فاروق دايما كده على الفرق ويطلع لازم الاتحاد طبعا بيقول منظم دي بس على الاقل الاتحاد احنا محتاجين سواء بقى اداريين او كل حاجه يطلعوا المشكله كل حاجه والاتحاد يعمل يعني زي حاجه زي اسمها سكولر شيب مثلا يبقى هو المسؤول عنها يطلع بالزبط. على جزء على حساب او يخفض ثمن هذه الجزئيه او المعايشه صحيح. في حد ذاته هو هيرجع لبلدنا في الاخر انت في الاستفاده عندك في المنتخبات وعندك استفاده في الانديه وعندك استفاده من منتخب مصر واللعيبه نفسها والثقافه هتتغير لا في مميزات كتيره جدا في الموضوع ولكن كل الناس مركزه نجمع منتخبات عايز تعمل كوادر تعلم يا كابتن فاروق احنا ما بنعلمش الولاد حاجه الولاد الجيل اللي طالع ده لازم يتعلم هيتعلم منين من مدرب الثقافه اللي بيشوفها قدامه اللي هو اللعيب احنا كسبانين لو 10 لازم في الارض دي الثقافه اللي انا واخدها النهارده ازاي تضيع وقت جرح كبير قوي على فكره ازاي تضيع وقت انت بتعلم الولد ازاي يضيع وقت ازاي تمثل تاخد ضربه جزاء هو ده احنا بنعلمه صح. احنا عايزين الثقافه تتغير ازاي يبقى انت تعمل كوادر جديده تدخل في السوق بتاعك بمعنى صح احنا بنتكلم سوق واوروبا كلها بقت سوق اللعيبه ازاي بيتعلموا ازاي بيتثقفوا دلوقتي الناس بتتغير احنا العلم بره وصل ان انت كل لعيب فردي بياكل ايه لوحده صحيح مش كلنا بناكل اكل واحد طبعا الموضوع يا جماعه اختلف احنا عايزين نعدي المراحل دي بقى يعني اتمنى ان على الاقل ابسط حاجه يعمل ايه تخصصات ده مدرب ناشئين او اشبال صغيره وده مدرب ممتاز وبره كده على فكره يعني في مدربين فنيين متخصصين ان ازاي يصنع نجم لان صناعه النجم
اصعب من ان تجيلك لعيب جاهز بتدربه في فرقه يعني. طيب واحنا بنتكلم كده كابتن قلنا كل الفرق غيرت والسنه دي صراحه نادي الزمالك ما غيرش ودي حاجه كويسه. شوفوا حاجه كويسه بالنسبه لنادي الزمالك. والله احنا برضه ما نقدرش نحكم دلوقتي يعني لسه هو اتغير الجهاز الفني المعاون يعني. بالظبط كده احنا بعتقد ان 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 نادي الزمالك عنده نادي الاسماعيلي المباراه الماتش القوي اعتقد ان هو الماتش ده هيفرق كتير جدا مع المدرب الموجود يا هيكمل يا هيمشي. انا في اعتقادي يعني من وجهه نظري يعني انا يعني انا احساسي كده ان هو المحك القوي بالنسبه له هو مباراه الاسماعيلي. يعني هو دلوقتي ماشي لعب الماتش حرس الحدود الدنيا ماشيه فرقه برضه في الممتاز به يعني كاس مصر فمشي الموضوع الاحتكاك القوي مباراه الاسماعيلي. فاتمنى اتمنى ان يبقى فيش تغيير كتير لان دي اكيد مليون في الميه بتاثر على يعني اللعيبه وهي دي مشكله نادي الزمالك على فكره. دي مشكله نادي الزمالك ان نادي الزمالك فرقه الكوره متداخله متاثره بالتغييرات الكتير بالشكل الاداري بالشكل الاداري بالفتره اللي فاتت برضه اعتقد ان الانتخابات برضه اثرت. هي دي اللي بتفرق مع نادي الزمالك وده عكس يعني. النادي الاهلي الصراحه وفريق النادي الاهلي. طب خلينا بقى اكلمك ونروح لمباراه مصر منتخبات مصر او مجموعه منتخب مصر في كاس العالم ودي اعتقد يعني كنا واحنا بنتكلم مع كابتن او الست دوا ثروت سويلم وقلنا ان احنا نلعب مع مجموعه من الفرق تكون شبيهه للفرق اللي هنلعبها في المجموعه لكن راي حضرتك كابتن رضا في مجموعه مصر في البعض بيراها كويسه وسهله والبعض الاخر منهم مستر فتحي الكوبري المدير الفني بيراها صعبه. لا انا شايفها صعبه. انا شايفها سهله هنلعب كاس عالم يمكن اقرب فرقه لطريقه لعبك السعوديه والسعوديه دي ما بنيجي نتكلم على السعوديه كفرق كوره كدوري اقوى من عندنا كوره. فهنا الموضوع مختلف انت بتتكلم لا فرقه قويه جدا عندهم منتخب قوي لعيبه مميزه وصلوا كاس عالم الدوري عندهم قوي جدا منظم فده حاجات كلها تقلقك يعني برضو الفرق كلها اللي هتلعبك لا يعني الموضوع مختلف معاك الدوله المنظمه ده موضوع يعني الموضوع مش سهل يا جماعه خالص في كاس عالم عشان الناس بس ما تاخدناش في سكه المجموعه دي اسهل مجموعه ممكن تبقى انت من وجهه نظرك اسهل مجموعه كافراد كمنتخبات ولكن في الوضع اللي احنا فيه لا هي مجموعه صعبه جدا وانت لو ما اديتش المباراه دي كل مباراه منفصله اهميتها لا الموضوع هيبقى صعب جدا وعندك فرصه كبيره جدا ان انت تعدي دور عندك على حسب اهميه المباراه بالنسبه لك واللي اهم من الفتره اللي جايه ان انا كلعيبه ابقى مهتم انت ازاي هتقدر تنظم الفتره اللي جايه اللي هي قبل كاس عالم كمباريات وديه كتنظيم كتجمعات كل ده حاجات مهمه جدا ازاي هتقدر تجمع المجموعه اللي بره مع المجموعه اللي جوه وازاي تدخلهم في بعض يشتغلوا بشكل مختلف لان احنا هنا لما بنتكلم في افريقيا هنا الموضوع مختلف لما تلعب في اوروبا الموضوع قصه تانية خالص كوره تانية خالص اوروبا كلها الكوره بتاعتها اتغيرت اتحولت فجاه لقينا اوروبا بتلعب انا بقيت بحس في وقت من الاوقات ان بقى جهاز شغال هي اوتوماتيك تروس شغاله واحده فبدا الموضوع بقى فيه علم وبقى فيه خطوط تقارب رهيب يعني تنظيم بقى يخضك وانت قاعد بتتفرج الا نادرا بقى لما يبقى الحاجات الفرديه الصغيره بقى التالي ولكن الاله شغاله قدامك انت شايفها في كل الفرق فده عايز انت تقدر تجاري ده ازاي هتقدر تجاري باللعيبه اللي عندنا في مصر انا شايف اللعيبه اللي عندنا في مصر مظلومه ما بياخدش حاجه تجاري ده اللعيبه اللي في اوروبا الوحيدين هم عندهم استفاده لان هو بيحتك بده بطبيعه الحال ولكن انت عندك نصهم تقريبا معانا هنا فده عشان تعد وازاي تجمعهم مع بعض الفتره اللي جايه وازاي تنظم ده وازاي هتلاعب مين في المباراه التنظيم الفتره اللي جايه اقدر اقول لك ان احنا هنقدر نعدي الدور ده او مش هنقدر على حسب الفتره اللي جايه دي هن 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 هنمشي فيها ازاي وهنلعب مين كابتن محمد نقدر نعدي الدور انا بص انا ليه رايي بس في البدايه يعني انا حاسس ان احنا لسه طريقه تفكيرنا لسه عايشين ان احنا رايحين امم افريقيا مش رايحين كاس ما احنا برضو 28 سنه ما هو عشان كده ما هو عشان كده احنا عايزين نفوق ونعرف ان احنا رايحين كاس عالم ما نبصش على المجموعه كده زي الناس اللي بشوفها بتحلل في الفضائيات وفي الشارع المصري يقول لك لا ده احنا المجموعه بتاعتنا سهله مفيش حاجه يا جماعه في كاس عالم اسمها سهله بالظبط مفيش حاجه اوروجواي دي بطل كل الفرق اول بطوله انت متخيل يقول لك اول انطباع احنا معانا السعوديه ومعانا روسيا مش عارف ايه واصل كذا السعوديه بتبص لنا نفس القصه يا جماعه والسعوديه دلوقتي مش قليله وكاس عالم طب اوروجواي بتبص لنا ازاي بقى ده انا بقول لك على السعوديه اللي انت بتقول كويس ان احنا معانا السعوديه
لا او من اوائل الفرق العربيه اللي وصلت لكاس العالم. بالظبط كده. احنا لازم وعدد اشتراك السعوديه في كاس العالم دلوقتي اكثر مننا، احنا بنتكلم على مرتين. خبرات موجوده 34 و90 حتى الدوري، الدوري المحلي عامل ازاي؟ يعني اللعيب ده بيحتك بايه؟ انت فاهم ازاي؟ فاحنا لازم نقول ان المجموعه دي مجموعه قويه جدا جدا، لازم نهتم ما نعملش حساباتنا احنا نعمل كذا زي ما الناس ابتدت تعمل، احنا ايه نكسب السعوديه ونتعادل مع مش عارف روسيا وناخد كذا الكلام ده كله. كان بيحصل الكلام ده ولا بنقعد نظبطها كده نقعد نظبط ونعمل الكلام ده وبعدين نفاجئ بعد كده. طبعا الماتشات كاس عالم حاجه ثانيه، اعلى بطوله في العالم، جو مختلف طبعا. الناس كلها مش راح تهزر، مش يقول لك ايه اصلا يعني على مدار البطوله ممكن مستوى يعني لا مفيش ده، هو من اول صفاره من اول دقيقه. لازم تعتمد على اعداد كويس جدا جدا من اتحاد الكوره، اختيار فرق تلعبها كتأهيل لكاس العالم شبيهه، كل فرقه من اللي احنا هنلعبها دي مدرسه خاصه، مدرسه اسيا السعوديه ومدرسه امريكا الجنوبيه ومدرسه روسيا دي لوحدها. لازم انت تنقي فرق، ولازم انا اعتقد ان الفتره اللي قبل كاس العالم لازم تعزل الفرقه دي، تطلع سفريه بره مصر خالص، تبعد عن الاعلام وتبعد عن الجو ده. انا واثق من كده. في بقى حاجه فنيه يعني لو اقدر اقولها، انا احساسي كده ان مستر كوبر عايز ياخد نفس المجموعه اللي هي وصلته للامم الافريقيه ووصلته لكاس العالم. الكلام ده مش صح مع الفرق الثانيه خالص واختيارات الفرق الثانيه. انا بختار انسب ناس للمرحله اللي جايه، للمباريات اللي جايه، للفرق اللي هلعبها. لازم متوسط الاعمار بتاعنا كمان يبقى صغير، لان الجري هيبقى جامد والقتال هيبقى جامد. انت تاخدني لسؤال جامد جدا يا كابتن محمد، في وجوه جديده ممكن مستر كوبر يضيفها على المنتخب؟ لا يعني تتعدى، محمد بيتكلم ان لازم يبقى في الى حد لازم بس لا تتعدى 2-3 لعيب اتوقع. انت عندك يا فاروق مراكز يعني هنتكلم لثانيه كده في الموضوع ده، عندك مراكز لازم تدور على لعيبه كويسه تدخلها من دلوقتي، زي مثلا الباك ليفت كانت ظاهره في الفتره اللي فاتت، بس هو محتفظ بلعيبه معينه انها تكمل وتلعب معاه. ده ما ينفعش. في ظهر ولاد كويسين قوي في الدوري خلال الفتره اللي جايه. عندك الولد بتاع الانتاج الحربي راس الحربه ده لعيب كويس قوي، انا مش متذكر اسمه ايه يعني. عمر السعيد او عمر السعيد لعيبه كويسه. المباريات هناك غير. انا بتكلم على فكره بغض النظر عن انتماءات، حتى النادي الاهلي لازم يبص لحاله اللعيبه اللي موجوده في الفتره اللي جايه خلال الشهور اللي جايه في الدور الثاني بتاع الدوري، لازم يشوف مستويات اللعيبه دي ايه، والاصلح والاقدر والاحسن. ممكن تبقى لعيبه مش موجوده كانت الفتره اللي فاتت مش موجوده مثلا في الدور الاولاني، ممكن يلاقي لعيبه ظهرت. هو الاجهز هو المفروض ياخده بغض النظر عن ان انا الناس دي كانت معايا ما اقدرش اسيبها ما اقدرش دي ما طب كابتن رضا، انت محمد بيتكلم في الصح، ولكن انت واحنا لما بنيجي نتكلم لازم انا بكلم مين؟ بكلم محمد فاروق. يبقى انا بعرف دماغ فاروق. هو كده دماغه مش كده، هو مش كده خالص. يعني هو اللعيبه في مثلا بعض اللعيبه هو حاطط خلاص عينه عليهم من دلوقتي. انت بتتكلم في 90% 90% هم نفس الناس. الفكره كلها لا تتعدى 2-3 لعيبه لو خدهم كمان. ما اتوقعش حسام غالي منهم. لا ما توقعش ده خالص. لا ما توقعش حسام هيبقى منهم، لان هم في قناعات شخصيه وشايفين ان هو ممكن حسام. انا رايي شخصي، انا رايي شخصي حسام غالي من اهم اللعيبه اللي لازم تبقى موجوده طبعا بس في كاس العالم. طيب انا حابب تقول اهم بس مع الشخصيه لا ده انا بقول ان ده بنتكلم على شخصيات. انت محتاج قائد يا جماعه في الملعب، دي مهمه جدا في المباريات اللي زي كاس العالم دي، المباريات الحساسه اللي محتاجه يعني ضغط عصبي كبير جدا، جمهور غير عادي، الباصه محسوبه. فلازم يكون واحد قائد عنده خبره ازاي يهدي رتم اللعب وازاي شغالين. احنا في التصفيات واحنا شغالين كان في لعيبه مش المفروض تبقى موجوده في المنتخب ولكن كانت موجوده برضه. صح صحيح. فهي هو كل هو واحد هو اللي هيفرق معانا بقى كابتن بقى، يعني رجوله اللاعبين. واكيد احنا بالزبط. عدد اللاعبين المحترفين المتواجدين في الوقت الحالي كبير، ودي حاجه مهمه جدا. في نقطه مهمه قوي اتفضل يا كابتن. انا اكيد يعني انا وانت ورضا ومصر كلها بتدعي ان ربنا يخلي صلاح ويحميه من الاصابات الفتره اللي جايه لغايه ما يعدي كاس العالم. لا كل اللاعبين الصراحه، ما انا بقول لك عدد صلاح اتشال من الفرقه. انت بتتكلم على مشكله، لان كل الخطط وكل الاداء واسلوب اللعب
متركز على هو عامه زي ما بقول لحضرتك كده عدد اللاعبين المحترفين في الوقت الحالي يعني ما شاء الله يخليك وانت رايح مباراه كاس العالم هم مش مخضوضين خلاص الجو والعام بالنسبه للعب في اوروبا والشغل ده اعتقد ان هم بالنسبه لهم الامور هتبقى سهله لكن طبعا اختيار اللاعبين وحالتهم الفنيه والبدنيه في التوقيت ده محتاج استعدادات من خلال طبعا مباريات ومن خلال طبعا الفتره اللي قبل السفر لروسيا 2018 بامر الله يعني هو ده المهم وفي نفس الوقت يعني الاهلي طول ما هو كويس هيعرف يختار مستر ريكتو عندك بعض اللاعبين بيظهروا بشكل كويس في النادي الاهلي في توقيت حالي ايمن اشرف من اللعيبه المميزه لو انت في حته محتاج زي ما قال كابتن محمد جزئيه الباك ليفت وفي نفس الوقت بيلعب سيرد باك لو حب مستر ريكتو يستعين بيه فبالتالي في بعض اللاعبين تقدر تستعين بيهم من في مروان عندك كمان مروان هيرجع طبعا امور كتير جدا كابتن محمد سعيد بيك وشرفنا شكرا فاروق متشكر جدا كابتن رضا انا كابتن فاروق وانا سعيد بيك وطبعا كابتن محمد شرف لينا ان احنا متواجدين معاك النهارده كابتن ويا رب دايما كده نبقى خفاف ولطاف على الجمهور ان شاء الله دايما يا كابتن رضا شرفت ونورت كل التوفيق للفريق ان شاء الله مباراه المقاصه القادمه في الاسبوع الثاني المؤجل ان شاء الله كل التوفيق ليهم اكيد معاكم من خلال استاد الاهلي وكل التغطيه الخاصه بفريقنا تصبحوا على خير